صار اليوم اجتماع لقاء تشاوري للوزراء يلي كانوا موجودين اليوم برئاسة دولة الرئيس مئاتي، وانطرح أكيد موضوع الاجتماع اليوم هو كان موضوع زيارة الوزير عبد الله أبو حبيب لسوريا واتصالاته هناك، وأكيد الوضع يلي صاير بالجنوب وفي فلسطين المحتلة. وبطبيعة الحال يعني وقتا بيكون في لقاء بين الوزراء بيصير في تشاور وبيصير في حكي بمواضيع أخرى أساسية بالبلد. إذا حدا عنده سؤال يسأل يعني، لأنه ما في بيان ولا في شيء. حقيقة الإشكال كان كتير سريع، فات معالي وزير الدفاع وبلغ الرئيس مئاتي هو وحدهم بمكتبه موقف معين نحن ما عرفنا. بعدين عرفنا أنه هو اعترض على كتاب كان وجهه الرئيس مئاتي لا وزير الدفاع، هو أكيد بكرة لح تعرفوه يعني لح ينحط. ما خليني كفي بقلك موضوع الكتاب هو إيجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش، كان موجه لا وزير الدفاع بهذا الموضوع. كان صار أبداً. حقيقةً أنا ما عرفت، لأنه برجع بقول لك ما بعرف. أنا بعرف إنه موضوع الكتاب يعني، لأنه قريت هلا بوسائل الإعلام إنه الرئيس مئاتي هو طارح التمديد لقائد الجيش، وهذا شيء مش مزبوط أبداً. بالكتاب أبداً مش مطروح هذا الموضوع. مين قال لك آخر سؤال؟ لا أكيد يعني نحن في اتصالات عم بتصير بين الرئيس مئاتي وبين الوزراء مع مسؤولين المنظمات الدولية، مع يعني عم نحكي مع السيد عمران رضا وآخرين، أنه أكيد يعني نحن حطنا بجو شو عم بيصير بموضوع النازحين. لأنه رح أقول شغلي كمان، أنه بالنهاية إذا لا سمح الله صار في تدهور على الحالة الأمنية بالجنوب، رح يكون في نازحين أكيد لبنانيين ونازحين سوريين. يعني هولي أمور بدها حل، وانطرح حلول، بيطلع بكرة إن شاء الله قرارات فيها وبتشوفوا اتصالات فيها بهذا الموضوع. طرح موضوع موضوع نعم. لا أبدا يعني، هو الكتاب إذا بدك كان مثل متابعة لهذا الموضوع، بس إنه برجع بقول ما في شيء، ما في قرار نهائي بموضوع شغور قيادة الجيش. هل بلغته من وزراء بيروت عن حل إمكانية المشاركة في جلسات مقبلة لمجلس الوزراء بعد زيارة؟ نعم، الموضوع لأول مرة صار مطروح جديا. بطبيعة الحال الشباب أكيد عندهم هني مطالب، ورح يتابع هذا الموضوع وزير العدل مع الرئيس مئاتي. شكرا لقائد الجيش كان من ضمن أبدا. أبداً.